اللي بتعمله ده؟ ابوك عنده عيال؟ وايه اللي عنده عيال؟ انا يا احمد بنته. كلنا هنتكل على الله. طبعا كلنا هنتكل على الله طبعا، ده امر هو الله. الانسان مننا ايه؟ الانسان مننا ايه؟ انسان لسان، لو خلف اللسان خلفت لحمة الراس. ايه ده؟ واحنا في مسلخ هنا؟ يعني الانسان اتضح انه عايش في الدنيا دي نحنوح. احنوح؟ ما تنحنحش يموت. يعني طول ما هو ماشي لازم ما فيش وبعدين كلها حجج. حجج؟ يعني احنا هنقعد ايه؟ ما كلنا قبلنا راحوا.